واحدة من الحاجات المهمة اللي ما كانش ينفع نمشي من غير ما نقفل بيها رحلتنا في سانت كاترين هو عجل اليهود، عجل السامري اللي عملوه اليهود من الذهب وعبدوه وبقيت آثاره في الجبل لما سيدنا موسى قرر يعاقبهم بعد ما العجل اتكسر. الأثر بقى في هذا موجود في الجبل ده علشان يؤكد حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى إن دي أرض الإله. دي أرض الإله. دي الأرض اللي ربنا تجلى عليها وكلم النبي موسى من فوقها. أنا دلوقتي موجود قاعد على المفترض إن هي تمثل الرجل بتاع عجل السامري اللي كان معمول من ذهب. لما اتكسر سيدنا موسى بقوته أخذ حفنة من التراب حسب الروايات الموجودة وألقاها في الجبل كيسبة اليهود إنه أهو عندكم عجل، وروني بقى في الجبل هتعبدوه إزاي. قدامي كده على طول على طول على بعد تقريبا 100 متر مقام النبي هارون. مقام النبي هارون، أنا بكلمك عن أرض مقدسة، أرض دونا عن كل الأرض اللي في الدنيا أو البلدان اللي في الدنيا أو التراب اللي في الدنيا أو الجبال اللي في الدنيا. ربنا اختار هذه البقعة الطاهرة عشان يتجلى عليها ويكلم النبي موسى ويديله تعاليم تحسن حياة البشر وعقولهم ومستقبلهم وعلاقتهم بربهم وأخلاقهم عشان يبقى في مستقبل أفضل لهذه البشرية. فما بالك بقى، ما بالك بقى الأرض اللي ربنا تجلى عليها مرتين، سواء في الوادي المقدس هذه القطعة اللي كان فيها شجر العليقة اللي احنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في دير سانت كاترين، أو فوق الجبل لما سيدنا موسى قعد 40 يوم ونزل بالتعاليم الربانية أو بالألواح المقدسة. المسألة سهلة وبسيطة، هذه الأرض خلقت لكي تكون العلاقة أو تكون خط كده تمده على استقامته للربط ما بين الأرض والسماء، لكي تكون مهبط الأنبياء والتعاليم. هذه الأرض خلقت مش علشان بس نعمرها ونبنيها، لا، احنا مفروض نعمرها ونبنيها مش بس علشان نستفيد منها، لا، علشان تظل هي المنارة اللي بتشع العلم والأخلاق والاحترام للدنيا كلها. وإذا قصرنا في ده فالعيب مش على الأرض، العيب فينا احنا. دي كانت رحلتنا في سانت كاترين ويدير سانت كاترين والأرض اللي مشي فيها سيدنا موسى ومشي فيها سيدنا عيسى. شفنا كمان العهدة المحمدية اللي كان فيها تعهد من النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ المسيحيين اللي موجودين وأديرتهم وكنائسهم في أكبر دلالة على إنه هذه الأرض سيناء، جنوب سيناء، هي أرض المحب، فاحفظوها.